الشروق أبرز التساؤل طارق شوقي وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، قوله علينا أن نعرف من يمول جروبات واتساب اللي بتهاجم النظام الجديد اللي سيرتقي بمصر. من جانبه دعا المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب النائب صلاح حسب الله وزير التربية والتعليم بالتأني في تنفيذ خطة تطوير التعليم وعرض الموضوع على لجنة التعليم والبحث العلمي.